السلام عليكم. أوكرانيا بدأت بمهاجمة خطوط بوتين الحمراء بشكل مكثف وبشكل خطير، مما قد يفتح لنا الكثير من السيناريوهات المستقبلية في هذه الحرب الروسية الأوكرانية. تفاصيل هذا الهجوم قد نشرت من قبل الجانب الروسي الذي اعترف بأن كان هنالك هجوما، وكذلك الأسوشيتد بريس وحتى وكالة رويترز الحديث عن هجوم بدأ على سيفاستوبول، وتحديدا هذه القاعدة الموجودة في حقيقة الأمر في شبه جزيرة القرم، وهي واحدة من الخطوط الحمراء بالنسبة لبوتين. طبعا الهجوم قد تم بالزوارق المفخخة، هذه واحدة من الزوارق المفخخة التي استخدمت في هذا الهجوم، بل إن أحد الخبراء المهمين الدوليين وهو H.I. ساتن كان قد أكد بأن هذا الهجوم الذي سنتحدث عنه الآن قد تم بنوعين من الزوارق المفخخة، من الجيل الأول ومن الجيل الثاني، الخاص طبعا بسلاح البحرية الأوكراني بهذا الشكل. طبعا كانت هنالك لقطات لهذه الزوارق المفخخة وهي تهاجم شبه جزيرة القرم، وتحديدا قاعدة سيفاستوبول المهمة للغاية والاستراتيجية بالنسبة لروسيا. وكما تلاحظون هنا التحرك السريع لهذه الزوارق التي نتحدث عنها المفخخة، وهي في اللحظات الأولى أو في الساعات الأولى وهي تهاجم شبه جزيرة القرم بهذا الشكل الخطير الذي ترونه، وبعدها قد وصلت فعلا إلى نقطة في هذه القاعدة وحققت انفجارا بهذا الشكل الذي تراه. انفجار لم يكن عاديا أبدا، وأسئلة ما الذي تسبب به هذا الانفجار؟ هل حقق هدفه أم لا؟ طبعا هو أمر مختلف عليه، ولكن هنالك يجب أن نعرف هل فعلا وصل إلى هدفه، وما كان هو هذا الهدف الذي تستهدفه هذه الزوارق المفخخة في حقيقة الأمر. أولا من هذه الصورة الثابتة التي يبدو الانفجار بهذا الشكل بهذا الاتجاه واضحا لنا، فإننا أمام واضح بأننا أمام مرسى هنا تتوقف عليه عدد من الزوارق الصغيرة بهذا الاتجاه، وأيضا أن هنالك يجب أن ننتبه أن هنالك زورقا آخر، مما يوضح بأن هنالك مرسى آخر متقارب مع المرسى الذي نتحدث عنه، وبعد ذلك تأتي مسافة مهمة حتى نقطة الانفجار. وطبعا نحن أمام مبنى واضح هنا، بمبنى كبير، أي بما معنى نحن على مبنى مرتفع كبير نسبيا، ونلاحظ ونراقب لحظة الانفجار التي جاءت بهذه النقطة، وأيضا نحن أمام علامات أخرى واضحة سنستفيد منها عندما ننظر ونراقب القمر الصناعي، وبالتالي نحن لدينا الكثير من العلامات التي ممكن أن نستدل من خلالها إلى أين اتجهت هذه الزوارق المفخخة. نتجه إلى شبه جزيرة القرم بسرعة ونحاول أن نذهب إلى سيفاستوبول، هذه القاعدة المهمة للغاية. 48 ساعة الماضية لن تكون سهلة على هذه القاعدة. بالتوقف هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه كلها قاعدة سيفاستوبول، من الممكن أن تكون أي نقطة، ولكن هذه المنطقة أساسا التي تبدو ويبدو مدخلها نوعا ما ضيقا مقارنة بأي نقطة أخرى، أساسا سبق للأوكرانيين أن قاموا بإرسال زوارق مفخخة قامت بالاستهداف بهذه الطريقة تقريبا بنفس الزوارق المفخخة التي تحدثنا عنها. أخذت القوات الروسية وروسيا نوعا من الاحتياطات، بنوا نوعا من الجدران من الشباك تحت المياه من أجل منع الغواصات من التقدم، أصبح من الصعب مهاجمة هذه المنطقة. وهذا طبعا ما يرشح هذه المسألة، وهذا هو الذي يرشح بأن الهجوم قد تم على إحدى هذه النقاط التي ترونها هنا بدلا من مهاجمة هذه المنطقة المحصنة للغاية من قبل روسيا. وبالتالي عندما تحدثنا عن المرسى بأن هذا مرسى وقريب له مرسى آخر فيه زوارق بيضاء مكثفة نوعا ما عددها كثير، فإن هنالك نقطتين في هذه المناطق المفتوحة، أما هنا أو هنا كما ترون. وبالتالي دعونا ندقق في هذه المنطقة ونهبط لها مباشرة لكي نحاول أن نجد هل فعلا أن النقاط الموجودة أو المرسى الموجود هنا هل هو متطابق مع ما نتحدث عنه هنا. ستلاحظ مرسى بعده مرسى بعده مرسى آخر، دعونا نلقي نظرة بهذا الشكل مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا أمام هذا المبنى الذي يبدو نوعا ما متطابقا مع ما رأيناه، هذا المرسى الأول الذي تحدثنا عنه، بمسافة يأتي المرسى الآخر، نحن أمام مسافة كبيرة، إذن لدينا نوع من التطابق. هذا هو المبنى الذي كان على ما يبدو ظاهرا مبنى آخر كبير مرتفع، تبدو هذه المنطقة غير مكتملة البناء طبعا مما رأينا.
رأيناه، ولكن هذه الحافة واضحة من عملية التصوير التي رأيناها، وبالتالي وعلى هذا الأساس يبدو بأن المصور كان يقف في هذه المنطقة يراقب هذه المنطقة بهذا الشكل، وبالتالي الانفجار جاء بهذه المنطقة. وهذه الصورة طبعا يجب أن ننتبه أن القمر الصناعي هو مؤرخ بتاريخ 2021، لذلك المبنى قد لا يكون مكتملا بالشكل الذي رأيناه، ولكن تبدو العلامات كافية لنعلم بأن الانفجار قد جاء في هذه النقطة تقريبا. لنأخذ صورة مرتفعة لكي نحاول أن نعرف من ممكن أن يكون الهدف من هذه المنطقة. عندما ترتفع قليلا فإنك لن تجد إلا نقطة واحدة فقط التي تأتي وتتجمع فيها السفن، ولا وهي هذه المنطقة التي ستكون الأكثر منطقية مع الصورة التي أخذناها بأنها هي التي الهدف، وهي الهدف الحقيقي الذي جاء على هذه المنطقة. ولكن السؤال، ما هي هذه السفن؟ هل هي سفن تجارية؟ هل هي سفن حربية؟ عندما نقترب منها ستجد نفسك أمام سفن حربية. هذه ليست سفن للشحن أو سفن تجارية، واضحة تماما الصورة أمامكم لا خلاف عليها، وواضح جدا بأنها تابعة إلى سلاح البحرية الروسي. وكان هنالك تحليلا مثيرا لنفس النقطة التي تحدثنا عنها من عدد من الخبراء، وضحوا طبيعة هذه السفن وأكدوا بأنها تابعة فعلا إلى سلاح البحرية الروسي، وبأن الهدف كان واضحا لهذه النقطة، وبالتالي نحن أمام هجوم خطير للغاية بدأ يأتي وبدأ يشاغل شبه جزيرة القرم وقاعدة سيفاستوبول. بل إن في نفس الوقت وفي نفس اليوم كان هنالك هجوما خطيرا يبدو ويؤشر بأن الأوكرانيين بدأوا بالهجوم المضاد دون إعلان مسبق. إذا ما اتجهنا إلى الخارطة الآن الخاصة بموقع ديب ستيت الذي يأتي بالعديد طبعا من التحليلات المهمة والتقدم، إن كان روسيا أو أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، تحدثنا نحن عن الهجوم الذي جاء بهذا الشكل على ما يبدو على قاعدة سيفاستوبول. التطور الجديد هو يأتي تجاه خيرسون، صدق أو لا تصدق، رغم النهر ورغم نهر الدنيبر إلا أن كان هنالك تطورا كبيرا يأتي في هذه المنطقة من خيرسون المدينة الأساسية تجاه أوليشكي. وكما تلاحظون هنا إذا ما حاولنا أن نعود هنا نحن في 23 من أبريل، لنتقدم يوم إلى 24 من أبريل، ستلاحظ بأن هنالك اختلافا تغيرا بسيطا. لنقترب قليلا من هذه الخارطة قليلا وستلاحظ كيف أن الأمور وكيف أن الوضع بالنسبة للقوات الروسية تراجع نوعا ما في هذه المنطقة. لنأخذ الصورة بهذا الشكل وستلاحظ أنت أمام تغير واضح يوضح أن القوات الأوكرانية تقدمت في هذه المنطقة بشكل مباغت. تلاحظ أن اللون أبيض أي أن هذه المنطقة هي منطقة رمادية، ليست تحت سيطرة القوات الروسية وليست تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ولكن الروس تراجعوا في هذه المنطقة. هنالك ضغط أوكراني كبير يبدو بأنه كان مفاجئا بالنسبة للقوات الروسية، وبالتالي واضح جدا من طبيعة التقدم في هذه المساحة، تعتبر مساحة كبيرة، وهذا يوضح أن القوات أساسا الأوكرانية الآن هي بدأت تبحث عن التقدم إلى هذه المنطقة ألا وهي أوليشكي. وأيضا التقدم في هذه المنطقة يفتح بابا إلى هذه المناطق التي ترونها مثل سولوتينسي بهذا الاتجاه وحتى هذه المنطقة، وبالتالي أنت أمام جبهة بدأت تفتحها القوات الأوكرانية في هذه المنطقة من أجل تحقيق هجوم كبير يتجه إلى شبه جزيرة القرم كما سمعنا في الأسابيع القليلة الماضية، وهو أيضا يفتح ضغطا على كل القوات الروسية المتواجدة على نهر الدنيبر، وبالتالي الأمور اللوجستية الأمور الهجومية، إن كانت هنالك فكرة روسية للهجوم على خيرسون بأي شكل من الأشكال أو عبور نهر الدنيبر، طبعا تعرضت إلى الضرر الآن، وهنالك اختراق خطير في هذه المنطقة. بل إن أيضا الأوساط الأوكرانية كانت قد تحدثت اليوم تحديدا بأن هنالك قصفا طال كل هذه المناطق التي قمنا بالإشارة إليها بالإشارة عليها الآن. حقيقة الأوكرانيين تحدث أن هنالك قصفا عنيفا جاء على هذه النقاط، وقد نشر بهذه الطريقة التي سنوضحها لكم الآن من إحدى المواقع الأوكرانية وغيرها من المواقع الأوكرانية، ذكر كل هذه الأسماء لهذه المناطق وهذه كل المناطق التي ضربت التي تأتي إلى شرق نهر الدنيبر بهذا الشكل الخطير. وعلى هذا الأساس الأمور واضحة بأن الأوكرانيين يريدون العبور إلى نهر الدنيبر والعبور إلى شرق نهر الدنيبر والبدء بعملية هجوم مكثفة تجاه شبه جزيرة القرم. وطبعا القوات الروسية
لم تكذب خبرا أبدا، فالقوات الروسية وجهت ضربة إلى هذه المنطقة تقريبا بهذا الاتجاه الذي ترونه من أجل تحقيق ردة فعل، مهاجمة القوات التي تهاجم، طبعا مهاجمة والدفاع الفعال كما تفعل القوات الروسية. والانفجار الذي جاء هنا هو فعلا نشر في 24 ساعة الماضية للقوات الروسية وهي تقوم بهذه العملية. لنلقي نظرة الآن إلى هذا الانفجار وهذه الضربة الروسية ضد القوات الأوكرانية تحديدا التي طبعا جاءت بهذه الطريقة التي ترونها. هو انفجار ليس عاديا أبدا، ضربة كبيرة للقوات الأوكرانية من أجل منعها من العبور. هو يوضح أيضا أن القوات الأوكرانية بدأت بعملية العبور، بدأت بعملية خطيرة مضادة. لنتجه إلى هذه المنطقة مرة أخرى التي تحدثنا عنها، هل هي فعلا تأتي على هذه النقطة تحديدا التي تحدثنا عنها؟ بالتالي بالتوجه بسرعة إلى الصورة، إلى لنأخذ اللون الأخضر لكي يكون أسهل في عملية تحديد هذه المنطقة. ستلاحظ أنت أمام 3 نقاط للمياه، هذه جزيرة واضحة، هنالك نوع من الانعطاف هذه المياه، وهنالك زراعة أو مناطق مزروعة بهذا الشكل المميز ستساعدنا في تحديد هذا الموقع. هنالك الشرخ على ما يبدو ممرا مائيا بسيطا يأتي وسط هذه المنطقة، أيضا سيكون مفيدا لنا. وبالتالي المنطقة فيها أشجار مليئة بالأشجار، مبنى هنا، وجاء الانفجار الكبير بالضربة من قبل القوات الروسية على الأوكرانية من أجل الدفاع قدر الإمكان عن مواقعهم التي تقع إلى شرقي نهر الدنيبر. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي بسرعة من هنا شبه جزيرة القرم، نتجه إلى خيرسون، إلى النقطة التي أشرنا إليها طبعا، فستلاحظ أن هذا النوع من النقاط الموجودة وسط نهر الدنيبر هي تتواجد بهذا الاتجاه الذي ترونه. وبالتالي واحدة من أهم النقاط هي هذه النقطة بالأسفل، ببساطة هي التي تتطابق مع ما نتحدث عنه الآن. وبالتالي إذا ما توقفنا هنا فأنت أمام 3 ممرات مائية كما تحدثنا بهذا الشكل، نفس الجزيرة طبعا، نفس الانعطافة، وهنا النقاط المزروعة الخضراء، وهذه نقطة أخرى هنا التي تحدثنا عنها، وهنا فعلا الممر الذي كنا قد تحدثنا عنه يوضح أن الانفجار فعلا قد تم في هذه المنطقة بكل تأكيد. لنقترب لنتأكد بالقمر الصناعي قليلا من النقاط التي أشرناها لكم في حالة أنها لم تكن واضحة. طبعا ستجد كل شيء متطابق، نقفز بسرعة إلى النقطة التي ضربت، وها أنت فعلا أمام المنطقة التي ضربت بهذا الاتجاه. وهذا يوضح شيئا مهما بالنسبة لنا، هو يوضح في حقيقة الأمر بأن الأمور بالنسبة للقوات الأوكرانية بدأت تتطور، بدأت تتحول، بدأ يصبح هنالك ضغطا كبيرا من هذه القوات الأوكرانية، وبدأت تصبح الأمور صعبة للغاية على ما يبدو على القوات الروسية. ضغط على سيفاستوبول، تقدم وعبور وبدء للهجوم من خيرسون بهذا الاتجاه. وأيضا لازلنا ننتظر ما الذي ممكن أن يكون قادما من أوريخي التي سمعنا عنها كثيرا بأن سيكون هنالك هجوما باتجاه ميليتابول أو هذه المناطق باتجاه بحر آزوف. هنالك هجوم كثيف وخطير، لنرى ما الذي سيحدث في الأيام القادمة. ولكن أيضا يجب أن لا ننسى أن القوات الروسية لا زال أمامها الكثير لتقدمه في هذه المعركة للتصدي لكل الهجمات التي ممكن أن تكون قادمة من القوات الأوكرانية. فهم كانوا يتحضرون ويتحضرون كثيرا لهذا الهجوم على مستوى الخنادق، على مستوى الألغام، قاموا بإخلاء عدد من المدن مثل توكماك من السكان. وبالتالي لا زال أمام الروس الكثير ليثبتونه في هذه المعركة، خاصة وأن القوات الروسية تحديدا قوات فاغنر تتقدم بشكل كبير في مدينة باخموت في هذه المعركة الهائلة للغاية إذا ما اتجهنا لها. ونعود نوعا ما إلى تاريخ 22 أبريل ونحاول أن نقترب من مدينة باخموت. هذه هي مدينة باخموت، لاحظ كيف كانت الأمور في السابق في بهذا الشكل في 22 أبريل، ولاحظ كيف الأمور ستتغير في 23 أبريل وفي 24 أبريل. هنا تغير وهنا تغير، لاحظ كيف التغير كان كبيرا. يعني بالنسبة للقوات الروسية بهذا الشكل وقوات فاغنر، فإن الأمور بدأت تطورت هنا في هذه المنطقة، وتطورت كذلك بهذه المنطقة، وبدأوا يتقدمون إلى العمق بشكل خطير. دعونا نأخذ صورة مقربة أكثر لهذه المنطقة لكي نحاول أن نطلع على التفاصيل بشكل أدق بالنسبة للقوات الروسية من هذا التقدم الذي تحدثنا عنه. هو طبعا خطير على خرومو
شارموفا التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية وتحاول حمايتها قدر الإمكان من أي هجمات ممكن أن تكون قادمة. هي منطقة مرتفعة بهذا الاتجاه الذي أشرته لكم وتحاول نوعا ما الدفاع عن ما ممكن أن يكون قادما لها. وطبعا بحسب الميليتري لاند أيضا أن هذه المنطقة هي خطيرة لأن القوات الروسية من الممكن أن تحقق ضغطا كبيرا على خروموفا وتسيطر عليها. وفي نفس الوقت أيضا أن التقدم الذي جاء في هذه المنطقة هو يأتي صحيح في عمق هذه المدينة طبعا، ولكنه أيضا يفتح الباب للتقدم إلى خروموفا وتفادي هذه المرتفعات التي من الممكن أن تكون للقوات الأوكرانية عبارة عن خطوط دفاعية مهمة كبيرة بالنسبة لها. وبالتالي هذه المنطقة هي أصبحت خطيرة للغاية على القوات الأوكرانية لأسباب مهمة. لنقترب قليلا هنا من هذه الصورة ولنلاحظ أن التفاصيل الخطيرة هنا بالنسبة للقوات الروسية بأن مهاجمتها لخروموفا هي يعني ببساطة بأننا نريد الضغط على المنبع الخاص لكم أو نقطة الدعم اللوجستي التي تعتمدونها في عملية التقدم لهذه المناطق. الضغط على خروموفا تعني نهاية باخموت وأن القوات الأوكرانية يجب أن تنسحب. بغض النظر عن هذا الأمر ورغم هذا التقدم الذي يحدث لا زالت القوات الأوكرانية صامدة لكنها تحت الخطر إلى درجة أن القوات الأوكرانية الآن تتحصن بهذه المنطقة التي تعتبر هي مربع المباني الحكومية الأمنية، المربع الأمني، مربع المباني الحكومية إن صح التعبير، تتحصن به القوات الأوكرانية بشكل كبير وتنشر قناصة لها وتفخخ عددا من المباني وتحاول الدفاع عن نفسها، تحاول استنزاف قوات فاغنر قدر الإمكان. ولكن الأمور بدأت تنتهي في باخموت، يبدو أن الأسبوعين القادمين سيكون أقصى حد بالنسبة لهذه المنطقة حتى تنتهي فيها الأمور. ويجب أن لا نستغرب أن انتهت الأمور خلال السبعة أيام القادمة. بالتالي قوات فاغنر لديها تقدم، لديها نصر كبير في هذه المدينة بكل تأكيد. وأيضا يجب أن لا ننسى أن القوات الروسية أيضا تتحصل على الكثير من الدعم من عدد من الدول على مستوى الذخيرة الذي قد يكون مفيدا في عملية الدفاع ضد الأوكرانيين، في عملية الهجوم على الأوكرانيين في دانييتسك، في لوغانسك وغيرها من المناطق. فكان هنالك تقريرا نشر من الوول ستريت جورنال يوم أمس وقد تحدث بشكل واضح بأن إيران أرسلت خلال الستة أشهر الماضية ذخيرة مختلفة من قذائف المدفعية، من الطلقات الخاصة بالبنادق والرشاشات والمسدسات، قد أرسلت طبعا إلى القوات الروسية لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني. فالتفاصيل التي تحدثت عنها طبعا أكدت بأن بحر قزوين خلال الستة أشهر الماضية كانت هنالك سفن شحن كثيرة إيرانية انتقلت عبر بحر قزوين بهذا الشكل وأرسلت إلى روسيا تحديدا طلقات تصل ويصل عددها إلى مليون طلقة في الستة أشهر الماضية أو خلال الستة أشهر الماضية. وكذلك قذائف المدفعية يصل عددها إلى 300,000 قاذفة مدفعية أرسلت إلى القوات طبعا الروسية التي تستخدمها بشكل واضح ضد القوات الأوكرانية. بالتالي الأمر ليس متوقفا على عملية إرسال الطائرات المسيرة، وإنما بحر قزوين يعتبر نقطة نقل كبيرة بحسب الوول ستريت جورنال. بالإضافة إلى ذلك إلا أن هنالك طائرات شحن بحسب هذا التقرير إيرانية مستمرة في عملية نقل الطائرات المسيرة إلى موسكو لكي تظهر هذه الطائرات بين فترة وأخرى، وتقريبا بشكل يومي تستخدمها روسيا على الداخل الأوكراني. وهنالك مشكلة قد تحدثت عنها الوول ستريت جورنال بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على فعل أي شيء من أجل منع إيران من عملية التحويل لهذه الشحنات، من عملية الشحن في بحر قزوين. هي غير قادرة على فعل شيء لأن الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر لا تمتلك علاقات أو تواصل مع الدول الموجودة والمطلة على بحر قزوين من أجل صد هذه الشحنات التي تأتي في المياه. هي ليس لديها تواصل كبير مع أذربيجان، كذلك مع تركمانستان، وكذلك مع كازاخستان، ليس هنالك تواصل حقيقي. وبالتالي هذه الشحنات هي يبدو من الشبه المستحيل بحسب الوول ستريت جورنال الولايات المتحدة قادرة فعلا على فعل شيء تجاهها. ولكن بشكل مثير القيادة المركزية الأمريكية
كانت قد نشرت اليوم بيانا واضحا يوضح أن هنالك زيارة لقائد القيادة المركزية الأمريكية إيريك كوريلا إلى تركمانستان. فجأة ظهر في تركمانستان في توقيت مثير يتزامن مع هذا التقرير، يأتي بعد 24 ساعة مع هذا التقرير. قد تكون الزيارة تمت طبعا يوم أمس، نشر بهذا الشكل طبعا هذا الخبر، وظهر قائد القيادة المركزية الأمريكية وهو يقف ويسير مع وزير الدفاع التركمانستي طبعا بهذا الشكل من تركمانستان، وبالتالي هم يجلسون سوية بهذا الشكل، وبالتالي قد نكون أمام تنسيق كبير قد بدأ. وخاصة يجب أن ننتبه أن القيادة المركزية الأمريكية لديها تركيز في مواجهة إيران وتركيز عالي لمواجهة إيران، بالتالي إن كان هنالك تنسيقا هنا مع تركمانستان وأذربيجان يجب أن ننتبه بأن لديها علاقات جيدة مع إسرائيل، قد تفتح الباب أيضا لإغلاق الباب على أي شحنات عبر المياه تذهب من إيران إلى روسيا. قد تبدو هذه هي الطريقة التي ستسير عليها الأمور، بالتالي هذه زيارة مثيرة لم يذكر منها هذا الأمر أو أن هنالك قطعا للشحنات الإيرانية على المستوى الرسمي، لكن الزيارة والتوقيتات هي دائما تثير الكثير من الجدل. الوول ستريت جورنال أكدت بخارطة قد نشرتها بهذا الشكل قبل 12 يوما، أوضحت فيه بأن الدول التي تساند روسيا في هذه الحرب هي الدول باللون الأزرق، الصين، كوريا الشمالية وإيران، وأيضا وضحت أن كل دول باللون الأحمر ألا وهي دول طبعا تابعة للاتحاد الأوروبي، حلف الناتو، أصدقاء للمجتمع الدولي، هم يقومون بدعم أوكرانيا ضد روسيا. وبالتالي هي أشارت أيضا إلى أن عمليات الدعم التي تأتي من قبل هذه الأطراف هي تأتي بهذا الشكل. الإيرانيون كما تحدثنا عبر بحر قزوين، من الممكن عبر طائرات الشحن، الصين تنقل بهذا الشكل الشحنات الخاصة بها، من الممكن لديها أكثر من طريق لإرسال أسلحتها أو الذخائر، وكذلك كوريا الشمالية قادرة بإرسال لروسيا الأسلحة بهذه الطريقة لكي تستخدمها في أوكرانيا. وسبق أن رأينا تقريرا أن الصين تريد أن ترسل بعض التقنيات الخاصة بالصواريخ البالستية إلى إيران لكي إيران تتبنى عملية إرسالها طبعا. وبالتالي نحن أمام خارطة مختلفة واستمرار للدعم الروسي ضد أوكرانيا رغم الدعم الكبير الذي تتحصل عليه أوكرانيا ضد روسيا في نفس الوقت، وهنالك أيضا فرصة جيدة بالنسبة لهذه الأطراف جميعها لكي تحقق شيئا في أوكرانيا تحديدا ومساندة القوات الروسية للنجاح، خاصة وأن نيويورك بوست قالت بأن طبعا الدبابات الأمريكية ودبابات أبرامز ستحتاج حتى نهاية هذا العام قبل عام 2024 لكي تصل إلى أوكرانيا لكي يستخدمها الأوكرانيون، حتى أن الواشنطن بوست كشفت بأن كانت هنالك خطة أوكرانية في 24 من فبراير في الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من هذا العام، كانوا الأوكرانيون يخططون للقيام بهجوم على الداخل الروسي بالطائرات المفخخة المسيرة وغيرها، ولكن المفاجأة كانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت من أوكرانيا توقفوا رجاء لا تقوموا بأي هجوم. بالتالي الولايات المتحدة أيضا تضبط الكثير من إيقاع الهجمات الأوكرانية، والأوكرانيون لا يستطيعون القيام بكل شيء يريدونه لإيذاء القوات الروسية، بالتالي نحن أمام قيود للأوكرانيين في نفس الوقت أمام هجمات، وأيضا في نفس الوقت هنالك أطراف تساند روسيا في هذه المعركة.